ووصلنا لأولى مساحاتنا الصباحية لليوم. يعود مصطلح حرب النجوم وسباق التسلح إلى الواجهة بهي الأيام، وتزامن مع الأحداث العالمية يلي عم تكون. شو بيعني هذا المصطلح وإلى ماذا يشير هذا السؤال وغيره من التساؤلات؟ رح يجاوبنا عليها اليوم الدكتور محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. مين يسعد صباحك رشا؟ صباح الخير. صباح الخير لإلك. صباح الجو الجميل. ها بلشنا هيك نفوت بالشمسات الحلوين والطقس ان شاء الله الجو الربيعي، قربنا للربيع 21. في لسه شيء منخفضات ولو هيك سريعا؟ ايه اجباري لازم يكون لسه في منخفضات، بس ما رح تحمل الشيء اللي مرق. بصراحة لا، مو متوقع تحمل الشيء اللي مرة. نأمل يا رب يكون في خير. يعني نحن حسب آخر إحصائية المديرية العامة للأرصاد الجوية نحن لسه ما وصلنا لنص المعدل بدمشق. هلا بالساحل المناطق الساحلية تجاوزنا، يعني الأمطار كانت كتير منيحة، لكن بالمناطق الجنوبية والمناطق الغربية المعدل قليل. فبنقول يا رب يبعث الخير دائما شباط وبآدار، يعني عادة بآدار بيكون في مطر. تماما تجي خاصة هالأمطار اللي بتجي من الجنوب تدخل بلادنا من الجنوب، فبتعدل منطقة سويدا ودرعا. نعرف نحن أنه المناطق الزراعية هي سويدا ودرعا أكثر، وبتعوض أمطار دمشق اللي كانت هالسنة قليلة حتى اليوم. إن شاء الله يعني نقول هيك الله يبعث الخير. ونرجع هيك لليوم موضوعنا عن حرب النجوم، يعني هو موضوع كتير قديم. صحيح. من الثمانينات من أيام الحرب الباردة. اليوم رجعنا هيك نحكي فيه. أول شيء خلينا نعرف هذا المصطلح شو معناته، كيف بلش وبأي عهد تماما. تمام، هي هالسنة رجعت حرب النجوم بنكهة جديدة، كانت بالحرب الباردة رجعت لنا بنكهة جديدة. شو هي حرب النجوم؟ بدأت حرب النجوم رشا نيرمين من بدأ عصر الفضاء. عصر الفضاء كان عصر كتير كتير مهم. أنا كيف فيني صور، كيف فيني اطلع على الآخرين من خلال الارتفاعات. فبدأ الموضوع بالخمسينات ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية بتطوير منظومة الفضاء، لما استثمروا العلماء يلي أخذوها من الألمان بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. فاستطاع الاتحاد السوفيتي أن يصمم صاروخ اسمه الـ R7. كوروليف كان هذا العالم الكبير العراب، مستر إكس كان يسموه عراب مشروع الفضاء السوفيتي. لما بنى هذا الصاروخ فكروا الاتحاد السوفيتي بذلك الزمن عام 1957 عم نحكي، أنه شو بدنا نحطه فيه؟ كان عندنا احد رسالتين، يا اما يحطوا فيه قنبله سلاح تجريبي ويجربوه اصبح عندهم صاروخ عابر للقارات، او لا يحطوا فيه كبسوله فضائيه وتنطلق الى الفضاء. وبالفعل كانت رساله الاتحاد السوفيتي في ذلك الزمان رساله سلام، اطلقوا قمر صناعي، اول قمر صناعي كان صوت البيب بيب بيب فقط اشاره للسلام، حتى سموه هذا صوت السلام، وكان معنا انطلاقه اول قمر صناعي. لما انطلق اول قمر صناعي هون الولايات المتحده شعرت بالاهانه انه هي خسرت اول معركه فضائيه، فسارعت الولايات المتحده لضبط السبق السوفيتي في هذا المجال ووضعت معاهده. هذه المعاهده هي اول معاهده لاستثمار الفضاء لغايات سلميه، انه ما يكون هذا الفضاء لاي غايه اخرى غير غايات سلميه. ايضا تفوق الاتحاد السوفيتي باول رائد فضاء يوري جاجارين، اول رائد فضاء فالنتينا تريشكوفا، تصوير الوجه الاخر للقمر، كان في سبق للاتحاد السوفيتي. حتى يحيطوا بهذا السبق للاتحاد السوفيتي تم توقيع معاهده هي معاهده الفضاء. معاهده الفضاء بالستينات، هذه المعاهده تحظر على اي دولة استخدام الفضاء لأغراض عسكرية. كثير مهم المصطلح لأنه هلا حنرجع له نشوف أنه كيف وقعوا هالمعاهدة والآن تخالف هذه المعاهدة، اخترقوها. تماما، هنا المشكلة، هنا اللي رجعت هذا المصطلح إلى الواجهة. فبدأت حرب النجوم بالحرب الباردة، من يسبق إلى السيطرة إلى الفضاء، من يستطيع استخدام الليزر في الفضاء، من يستطيع أن يضع أسلحة في الفضاء، من يقع من يبني منشآت عسكرية على سطح القمر. حتى فكروا بسطح القمر أنه يبنوا عليها منشآت عسكرية، لكن مع توقيع المعاهدة والأمم المتحدة اللي أشرفت عليها ضبطوا هذا الموضوع وأصبح الفضاء ملكا للجميع من السبعينات حتى تقريبا عام 2021 أو 2020. كان الفضاء جميل موزع للجميع، مشاريع حلوة، في تعاون فضائي، محطة الفضاء الدولية اللي بتضم 10 دول أساسية و10 دول مساعدة، يعني 20 دولة، تخيلوا 20 دولة تتساعد في الفضاء. طيب مع بدء تجارب فضائية بدأت الولايات المتحدة بتجريب أسلحة فضائية تبعتها روسيا، بتجريب إسقاط أقمار صناعية عن طريق الصواريخ، تبعتها الصين. أعادت عجلة موضوع الحرب النجوم،
اليوم نحن رجعنا لمصطلح حرب النجوم بشكل كتير كبير. هذا المصطلح صراحة رشا نيرمين عم نشاهد أنه عم يتصاعد مع تصاعد حدة المشاكل السياسية. فمثلا لما فرضوا الأوروبيين عقوبات على روسيا شملت العقوبات منع استيراد المواد الغذائية من روسيا. طيب هذا الكلام بالسنة الماضية، فمن يزود رواد الفضاء بالغذاء هي الصاروخ سويوز الروسي، وبالتالي صار عليه عقوبات. أنا كيف بدي طعمي رواد الفضاء اللي فوق الأوروبيين؟ أنا بطعمي رواد الفضاء الروس، أنتم معاقبيني، ما فيني أوصل الغذاء لرواد الفضاء الأوروبيين والأمريكان. فاضطروا الأوروبيين يتراجعوا عن هذه العقوبات. الآن رجعت هذه العقوبات. اليوم في توجه للأسف الشديد، إذا استمر الوضع على ما هو عليه على الأرض، محطة الفضاء الدولية ستكون أول نتاج ما يحدث على الأرض. هذه المحطة اللي فيها الاتحاد السوفي، روسيا، أمريكا، الاتحاد الأوروبي. طيب إذا عم يتنازعوا على الأرض فده ينتقل التنازع لفوق، فهي المحطة ده تنفصل، ما عاد يقدروا يتعاونوا فوق، لا يمكن التعاون فوق. تخيلي رشا نيرمين، أنت ورشا مثلا متزعلين، ما بتقدروا تعيشوا مع بعض من أشهر وسنين، مستحيل. على سبيل المثال، ولو أنا آسف لهالتعبير، الحمامات لما صارت أول مشكلة صار في عطل بالحمام الروسي، فاضطروا رواد الفضاء الروس أن يستخدموا الحمام الأمريكي في محطة الفضاء الدولية، فمنع الأمريكان استخدام هذا الحمام. تخيلوا أنتوا لوين يعني. فصار إشكالية كتير كبيرة، وصار في اجتماعات واتفاقات وكذا، ومنعوا أنه ينتقل المشاكل على الأرض للمشاكل على الفضاء. هذا الشيء رح نلاحظه بكرة كتير. إضافة لهالشيء مشاكل أقمار صناعية، يعني مثلا انا بحاجه 10 اقمار صناعيه، مشان ما اخلي رشا تطلق 10 اقمار صناعيه، هي انا بطلق 20، فبحرم رشا انه تطلق اقمار صناعيه. وهذا عم يصير بالفضاء. للاسف الولايات المتحده الامريكيه مثلا اخذت اليوم 4800 قمر صناعي، مع العلم انه احتياجاتها لا يتجاوز 600 قمر صناعي. ياتي بعد منا الصين ب 3200، بعد منا روسيا والاتحاد الاوروبي. طيب عم نلاحظ حرب النجوم عادت إلى الواجهة بشكل كتير كبير. عم نلاحظ اليوم توجه باتجاه القمر، لاستثمار القمر ليس فقط للعلم، لا لا، لبناء أغراض سياسية والتسلق. حضرتك شرحت لنا ليش عاد إلى الواجهة، ولكن هاي الخروقات اللي صارت يبدو على مدى سنوات، صحيح، ما صارت فجأة، يعني تزامنا مع الأحداث العالمية والسياسية اللي عم تصير على أرض الواقع. تمام. ليش يعني تفعلت هلأ بهذا الوقت بالذات، وقد صار لهي الخروقات؟ كثير حلو نيرمين. بالعادة لما يصير خرق أو خرقين بيرجعوا بيجتمعوا بيحاولوا يتجاوزوا، لكن لما يصير في مشاكل سياسية بيحاولوا يسلطوا الإضاءة بشكل أكبر على هذه الخروقات لتبادل الاتهامات. وبالتالي اليوم تتذكر قصة الصاروخ الصيني يلي قالوا رح يسقط فوق العالم ورح يدمر، وعملوا ضجة إعلامية كبيرة، مع العلم أنه نحن من أول يوم قلنا صاروخ صيني لن يسقط على أي دولة. ما واضح معنى أن الصاروخ الصيني متجه إلى المحيط، ومو هو أول صاروخ، في مئات الصواريخ الأمريكية ومئات الصواريخ الأوروبية والهندية وكل الدول وروسيا وكل الدول، فمو أول مرة. لكن الإعلام هون بقى بياخد دوره، ضخم الموضوع. الماكينة الإعلامية، خلينا نحكي بصراحة، أمريكا والغرب يملك ماكينة إعلامية قوية، وبالتالي تشوه غالبا صور الحقيقة، وبالتالي تسلط الضوء على مفاصل بسيطة لتحجب الصورة الكاملة. يعني من بين هالأمور اللي كنا بدي أحكي عنها لاحقا، لكن حأسردها هلأ، موضوع الصاروخ الصيني اللي حيصطدم بسطح القمر. اليوم في حملة إعلامية كبيرة جدا على الصين بالفضاء أن هناك صاروخ صيني، خلينا نقول أخطأ في مداره. هو له كتير 7 سنوات تقريبا، بالضبط من 2014. فبرافو رشا. فهذا الصاروخ أخطأ، بيقولوا أخطأ بمداره ويتجه إلى سطح القمر ليصطدم بسطح القمر، أي أن الصين خالفت معاهدة الفضاء بقصف القمر، لأن معاهدة الفضاء تمنع على أي دولة قصف القمر، يعني ممنوع أن أضرب القمر، ما بيصير، هذا القمر للكل فممنوع. طيب خلونا نحكي بشكل علمي. أولا هذا الصاروخ ما له صيني، يعني ليش عم تقولوا أنتم صاروخ صيني؟ وحتى اليوم لم يوجد أي دليل أنه الصاروخ صيني، بالعكس اليوم الأدلة تشير أنه هذا الصاروخ من بقايا مخلفات شركة سبيس إكس الأمريكية. تمام. فإذا هناك خلاف أنه هذا الصاروخ أساسا مو معروف إذا هو صيني ولا هو صاروخ سبيس إكس، والصين أعلنت أنه ما عنده صاروخ بال 2014 المارش 32 عاد إلى الأرض. بس هلأ كل المعلومات عم تقول أنه صيني، أنه صناعة صينية. هي الماكينة الإعلامية الخاطئة. حقيقة الصاروخ هو حديث وليس قديم، لأنه من 2014 كان وصل للقمر، يعني بكل بساطة ما كان ضل بهالمدار لهالفترة الطويلة، لن يستطيع. فالتوجه أنه يكون صاروخ هو سبيس إكس،
قد يكون بالنهاية صيني في مشكلة ما، لكن مو أول صاروخ. طيب إذا صدقنا أنه صيني وقلنا خلص أنه صيني، بس مو أول صاروخ، هناك عدد كبير من الصواريخ التي اصطدمت بالقمر. طيب ليش الآن عم نسلط الضوء على الصين، سواء بالصاروخ اللي اتجه باتجاه الأرض أو بالصاروخ الآن يعني اتجه باتجاه القمر؟ ثاني شيء، القانون الأمريكي اللي جديد طلع، وهذا القانون فعلا مدعى للضحك، أنه شو بيقول القانون الأمريكي الجديد؟ أنه الأملاك الأمريكية أي شيء، أنا أمريكي مثلا وقع مني ألم بدائرة قطرة 10 متر بالنسبة للألم، هي أرض أمريكية رح يحافظ على الممتلكات الأمريكية. يعني أنا الألم تبعي إذا أمريكي وقع على الأرض 10 متر حوله، هي منطقة حماية لهذا الألم اللي هي أملاكي. شو معنى هالكلام؟ معنى هالكلام أنه سطح القمر لما نزلت محطة فضاء قمرية أمريكية على سطح القمر 10 متر هي أرض أمريكية، فإذا نصف القمر صار أمريكي، نصف الفضاء صار أمريكي، لأنه في أقمار صناعية كثير أمريكية 10 متر حول كل قمر صناعي. يا سلام، يعني صفينا إذا نطلع نخترق الأراضي الأمريكية. ففعلا هذا القانون اللي طلع من فترة قريبة للاستفزاز، فعلا للاستفزاز، انه شو القانون الغريب اللي طلعوه الامريكان ووقعوا عليه الكونغرس والى اخره. هذا استفزاز، يعني انتم كل اذا وقع برغي ناخذ 10 متر؟ مو صح، كانه ما بيكفيهم كل شيء، في حدود ويعني صراع على ارض الواقع، لا انتقلنا للفضاء وصار في حجز اراضي وملكيات. صحيح، نرمين فعلا قسموا القمر، قسموا القمر. الهدف ابعد من هيك، الهدف هو هدف سياسي فعلا، هدف حرمان الدول الثانيه من استخدام الفضاء السلمي. يعني عم نلاحظ فعلا، يعني لا تزعلوا مني انا ما كثير بدي لامس السياسه، لكن فعلا استخدام اليوم الامم المتحده كسلاح لامريكا عم يصير، عم تنفذ اوامر امريكيه، يعني شيء غريب. كونه اليوم الامم وين هو دورها بهدول الانتهاكات اللي عم بتصير بمجال الفضاء؟ يعني دور الامم المتحده بالضبط رشا، في بالامم المتحده لجنه اسمها لجنه استخدام الفضاء السلمي. هذه اللجنه هي لجنه تضم دول الاعضاء بالامم المتحده، هذه اللجنه تتناقش حول استخدامات الفضاء من قمار صناعيه، من صواريخ، من نفايات فضائيه. طيب هي اللجنه المفروض المنوط بها انه تواجه هذه اللي سميناها نحن اعتداءات، ما عم تواجه شيء، عم تسكت بشكل كبير. الصاروخ الصيني الان اجتمعت الامم المتحده والان في مشاكل كبير واجتماع علماء فضاء، والصين رح تضرب القمر ورح تعمل فوهة 19 متر، ورح هاي الفوهة تعمل انطلاق تراب لسطح القمر وعوده، بس ما بنشوف الاعداد الصواريخ السابقه، ما عم نشوف النفايات اللي عم تسقط. شوفوا اللي بدهم اياه تماما. يعني من فتره قريبه وقع نفايات من بقايا صاروخ امريكي دلتا في منطقه استراليه، لكن مباشره سكروا على الموضوع وتكتمت وسائل الإعلام عنه، مع العلم هي بقايا صاروخ صيني ووقعت على أراضي مأهولة وكان في إصابات ومسجلة بالاسم. طيب ليش هي عم يخبوا عنها؟ ليش نحن عم نشوف الجانب دائما عم نسلط الضوء على الجانب المظلم بنجاحات الدول الأخرى؟ أنا هي كان الرسالة اللي كنت حابب أوجهها. لا، الفضاء للجميع، يجب أن تفعل لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، معاهدة الفضاء يجب أن تبقى. يوم معاهدة الفضاء يعني عم يمسقوها بكل بساطة، عم يخترقوها بكل بساطة. أولا كل دولة إلى حدود للفضاء، الحدود عم تكون مباحة، نشوف نحن اختراقات الجوية، اختراقات الأقمار الصناعية، اختراقات بالإطلاقات، اختراقات بالترددات، كلها هي اختراقات. طيب الأمم المتحدة وينها؟ للأسف الأمم المتحدة الآن دورها كتير سلبي بهذا المجال، وهذا خطر، لأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه قد نهدد بالفضاء. رشا نيرمين، في شيء عندنا نحن آلاف الأقمار الصناعية، هاي الأقمار الصناعية عمرها الافتراضي 10 سنين، فنحن أول قمر صناعي انطلق بالخمسينات، من 50 سنة لليوم عنا صار 70 سنة تقريبا، فعنا 7 أجيال من الأقمار الصناعية التالفة. طيب شو بيعملوا بها الأقمار الصناعية التالفة؟ هاي الأقمار الصناعية التالفة ومخلفاتها تبقى في المدار، لكن انزعجوا من دولة ما، بكل بساطة بسقط هذه النفايات فوق المنطقة يلي هن مزعوجين منها، فتصبح قنابل موجهة، هي خطيرة جدا للمستقبل، هذه النفايات الفضائية التي قد تتحول إلى قنابل موجهة في المستقبل، فكمان هي لازم ندير بالنا عليها. يعني هي معاملة عامة هي القصة، وأنا مزعوجة من حدا، يعني حتى بدي ضايقه حتى يعني عالميا القصة تماما، وما بيطلع من أمره شيء، مو ذنبنا، سقط نفاية فضائية، يعني ما بيطلعوا قدام العالم انه هن والله مذنبين، نفاية فضائية وسقطت. مشان هيك كان تسليط الضوء على موضوع الصاروخ الصيني وعلى بقايا الصاروخ الصيني والقمر،
وللاسف متوقع انه ما يكون صاروخ صيني متجه الى القمر. وكمان يعني قصص ثانيه، المخلفات كثيره، يعني اليوم اصبحت بقايا صواريخ، بقايا مكوكات فضائيه اللي انفجرت، بقايا اقمار صناعيه، عدد كبير. طيب خلينا نحكي اليوم اذا استمرت هي المواجهه والصراع، شو المخاوف اليوم اللي ممكن تكون؟ يا نيرمين ولو سريعا. هون المشكله، هون المشكله. اولا اصبح اليوم في صواريخ موجهه الى الاقمار الصناعيه، وبالتالي سيكون في تاثير كبير على منظومه تحديد المواقع، سيكون في تاثير كثير على محطه الفضاء الدوليه. هذا الصغم بالسباق الفضائي رح يهدي، رح يصير عندنا مشكلة كتير كبيرة. هاي المشكلة رح تعمل قلقلة بين الدول، كل شيء إنجازات فضائية، هاي الإنجازات الفضائية فعلا إذا استمر الوضع السياسي على ما هو عليه بالأرض رح نخسر كتير بالفضاء، رح نخسر إنجازات، رح نخسر اكتشافات تنتظرنا، الغاز جميلة تنتظر حلها، لأنه الفضاء يتطلب تعاون، لا يمكن لدولة لوحدة أن تستثمر وتستكشف الفضاء. وهي مشكلة سبيس إكس، كانت لا يمكن لجهة أو دولة لوحدة بمعزل عن العالم أنه والله أنا أكون بالفضاء لحالي وسيطر على الفضاء لحالي واكتشف لحالي وأعمل قواعد إلي على الأمر لحالي، لا يمكن. أصلا حتى قوانين هلأ الفضاء مانا مضبوطة، يعني كل يوم عم تكون الاكتشافات العلمية، ما يعني سيطرة الإنسان على الفضاء مانا أبدا لا تقارن بسيطرته على الأرض 100%. هون المخاوف بتكون تماما 100% نيرمين. وهذا الشيء اللي لازم يكون فيه توجه صحيح وحقيقي لضبط الفضاء، عدم جعل الفضاء حقل خلفي أو حديقة خلفية لتصفية الحسابات. شركة سبيس إكس أيضا اليوم تساهم بشكل أو بآخر بتصفية كنت بدي حسابات. كونك ذكرت الشركة، في دعوة بموجهة باسم حضرتك بشكل شخصي على الشركة، ولو تعطينا هيك شوية معلومات سبب الدعوة واليوم وين صرتوا فيها؟ تمام، هي مو بشكل شخصي، الاتحاد الدولي للفلك، ونحن كسوريا باسمك باسم تماماً. حضرتك نحن أعضاء بالاتحاد الدولي للفلك. بهذا الكلام من كم شهر القطار سبيس ستار لينك اللي هي مجموعة من الأقمار الصناعية اللي عم تمر بالسماء، وكان ادعاء أنه حتعطي إنترنت مجاناً، وهذا الكلام أنا بدي أوضحه للمشاهد الكريم، لا يمكن لأي شركة بالعالم أنه تعطي إنترنت مجاناً، لا إجباري بده يكون فيها تكاليف وفيها أجهزة محددة. المهم فنحن ادعينا على هذه الشركة أنه هي الشركة أولاً تسبب خطر على الأقمار الصناعية، تسبب خطر على استقبال الترددات الراديوية. اليوم وقتها كان في حملة يعني بصراحة ضدنا أنه نحن ما بدنا إنترنت مجاناً وعم نحارب وهالكلام. اليوم ناسا نفسها اعترضت على ستارلينك، اليوم ناسا اكتشفت أنه فعلاً كلامنا كان مظبوط، أنه هذه الآلاف الأقمار الصناعية عم تعمل مشاكل. أنا إذا بدي أطلع بصاروخ مهدد، هذا الصاروخ مثلاً إذا بدي أطلع من هون للمريخ في لي يوم محدد لا يتكرر إلا 6 أشهر، إلا كل 6 أشهر. طيب إذا أنا اليوم تبعي بدي أطلع فيه على المريخ ومر هذا القطار بدي يتأجل الإطلاق، وبالتالي خسرت 6 أشهر، خسرت مئات ملايين الدولارات. كان في تجاوب 100%، واليوم عم يحاولوا يضبطوا شركة ستارلينك وسبيس إكس تحديدا بمشروع ستارلينك. لكن الفكرة برجع بقولكم أنه نرى أنه سبيس إكس هي عبارة عن تصفية حسابات، وخليني يكون صريح، ما بين أمريكا على حساب روسيا، لأنه روسيا أبدعت بالفضاء الفترة الماضية، كان الصاروخ الوحيد الذي يصعد إلى الفضاء سيوز، نعم. أتت سبيس إكس لتكون رد فعل، وبالتالي اليوم ناسا نفسها تحارب سبيس إكس بمجال مشروع ستارلينك الذي اكتشف أنه لن يحقق الفائدة المرجوة للبشرية. تمام، يعني مثل ما بنتمنى دائما السلام على الارض صرنا بنتمناه على الفضاء هلا. للاسف الشديد فعلا يعني هذا الفضاء شيء كثير حلو. نعم. عندنا لوحات كونيه جميله جدا، عندنا سدوم، عندنا امور كثير حلوه، لازم نتمنى السلام للفضاء ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك الدكتور محمد العصير رئيس الجمعيه الفلكيه السوريه. نيرمين يسعد صباحك، صباحك الخير رشا. صباح الخير، واكيد بدنا نشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات اللي قدمتها. اهلا وسهلا.